مرض لي رجلي ونعس في السبيطار، ومن نعس في السبيطار جيت لهنا المؤسسة وعطوني الملف ديكوش ومشى معايا من هنا نبيل ودا الشيك وسنه رجلي واستفدت بداك الفلوس. ومن مور داك الشيء توفى الراجل الله يرحمه، ومنين توفى جيت المؤسسة وعزوني المؤسسة الحسن الثاني عزاتني، ومن مور العزو عطاتني لاسيرونس في رجلي، ومن بعد داك الشيء قادوا لي الوراق ديالي وبقيت نتخلص على وليداتي وعطيني الإعانة ديال 3 شهور انا وجوج الوليدات، ودابا الحمد لله انا عايشه بخير وعلى خير وبفضل الله وبفضل هذه المؤسسه. تنجي المؤسسه تلقى جميع الاستقبالات على احسن ما يرام، من تكون داك 14 ماي تستدعيني تسجل سجلاتنا في الحج وحنا تنتسناو، ومن تجو على وريقاتنا تعطيهم لنا زعما القضيه ديال السبيطار تتوقف معنا المؤسسة. اللهم على قول شهيد، الحق هي هذه تقوم بنا والحاجة اللي جينا لها تتعطيها لنا. الدور ديالي هو الاستقبال، كيجيو عندي المتقاعدين كنحاول نشوف النوع المشكل اللي عنده، كيتم تسجيل ديالو وتوجيه للمصلحة المختصة. ومن ضمن هذه المصالح المختصة كاينه مصلحة الأعمال الاجتماعية والسوسو صحية، مصلحة الأعمال السوسو اقتصادية، ومصلحة الإدارية. وكنشوف ايضا الا كان ما من خارج معنا كنحاول نوجهو المصلحه الاداريه باش يصاوب البطاقه ويستافد من الخدمات اللي كتقوم بها المؤسسه. جيت لهنا المؤسسه باش نبدل لاكارت ديال لاميتويال، باش نشوف البطاقه ديال الانخراط مع المؤسسه ديال هذا، ونشوف ناخذ المعلومات على الواجبات ديالي و لي زافونتاج اللي هما عندي. الكونتاكت مع الناس راهم مزيان وكاين غونت فاسيليتي، ما كاينش تعقيدات، كلشي واضح. راجلي كان مشدود عند الجزائر، مشي عندهم شي 25 عام ومات عندهم النيت. المهم ما سولت انا حتى في حاجه، هذاك الشيء قلت لك انت نشد بقيت نشدو حتى سولوا في هاد الناس وجيت وشديت الرابيل. الحق لله زعما راه ما كيضيعوا لنا حتى حاجه، اللي جينا على حساباتها يقضيوها لينا دغيا. عيطوا لي على القرعه ديال الحج، ما تصورش كي دايره الفرحه زعما، كنت نتسناها من شحال هادي، ودابا ملي طلعت انا مع رجلي شاهد، هادي كلشي على حسابهم، ما غنخلص انا حتى شي حاجه، كلشي على حساب المؤسسه. تنشكرهم بزاف على هاد الوقفه اللي وقفوا معايا، وهاد الاعانه اللي تيعطونا هي اللي معاوننا مزيان في هاد المؤسسه، وملي كنجيو كيعاونونا مزيان وتيوقفوا معانا زعما وتيعاملونا من داكشي. تتميز المندوبية الجهوية بمكناس بتوفرها على ملحقة اجتماعية بالحاجب في إطار سياسة تقريب الإدارة من هذه الشريحة، وملحقة سوسيوطبية متواجدة بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس التي تقوم بتسهيل ولوج هذه الفئة من المستفيدين للعلاج. من ضمن خصوصيات هذه المندوبية أيضا أنها تتوفر كذلك على دار العسكري التي هي عبارة عن فندق لإيواء المتقاعدين القاطنين خارج منطقة نفوذ الحامية العسكرية لمكناس القادمين للعلاج في المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بحكم قرب دار العسكري من هذا المستشفى. وهذا الدار العسكري هي عبارة عن فندق يتكون من غرف اللي كيوفر لهاد المستفيدين من الخدمات ديالو إطار جد ملائم ومستوفي لجميع شروط الراحة. كتوفر دار العسكري على مقصف كافيتيريا، هو فضاء مفتوح في وجه جميع المستفيدين من خدمات هذه المؤسسة، وكيتعتبر مكان اللي بإمكانهم التجمع فيه والتواصل فيما بيناتهم وكذلك مع المؤسسة. جيت من مدينة قرسيف إلى مدينة مكناس، جيت للسبيطار ديال العسكري، عندي الزوجة مريضة وجبتها دوست لها، ومن ثم دزت لدار العسكر المؤسسة. استقبلونا احسن الاستقبال وكل شيء مزيان، اللهم لك الحمد، الناس مزيانين وكيستقبلونا مزيان، وبزاف المرات كنجي ونفس التعامل كيستقبلونا دائما مزيان، دائما كيستقبلونا مزيان في دار العسكر. كنبغي ندير واحد النداء لمختلف المتقاعدين اللي كيتواجدوا في جميع انحاء المملكه،
انهم اللي باقي ما دارش هاد لاكارت ديال المؤسسه يتوجه في اقرب حال لاقرب مؤسسه اللي كيتوجد هو في منطقه النفوذ ديالها. وهاد المؤسسات راهم متواجدين عبر التراب الوطني من شمال المغرب حتى الجنوب ديالو، كاينه 22 مندوبيه جهويه من اجل الاستفاده من هاد الخدمات ديال هاد المؤسسه. وليدات مراض وهاد المؤسسه الله يجازيهم بخير هما اللي واقفين معنا في هاد الوليدات، تيساعدونا في الكرائس سواء المتحركه سواء الالكتريك، واي مساعده فينا اللي يكونش يجيبون من الدار، اي حاجه طلبناها يعني تيساعدونا فيها الله يجازيهم بخير. كما كان شو مره مشكل كبير وساعدونا في واحد المشكل في دار الضريبه، وقفوا معنا نقصوا لنا واحد 7 ملايين، واي حاجه طلبناها تيوقفوا معنا فيها بكل صراحه، يعني لا بالنسبه للكرائس ولا بالنسبه لشي مشكل ديال الادويه غاليه تيخلصوها ليا. كما كان شاد المؤسسه الحسن الثاني راه مشكل كبير، ضرت مشي 9. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.